لأن غسيل الأرجل كفكرة شكلها جميل قوي. نيجي كلنا طقس خميس العهد نلاقي أبونا قاعد يغسل رجلين الناس أو عيد الرسل. بس الأهم طول السنة أنت مستعد تغسل رجلين الناس بما كل معانيها بقى، تستحمل قرفهم يعني، طول بالك عليهم، تساعدهم، تشجعهم، تستحملوا حاجات كتيرة. طوباكم إن عملتموه. خلينا دايما نطالب نفسنا مش بمعلومات ومعرفة وعلم، لأن دي بقت مشكلة. الزمن ده فيه علم كتير قوي، ناس كتيرة تسمع وعظات وتقرأ كتب، إنما التقوى العملية يمكن زمان أحسن. كانوا بطبيعتهم رحومين وكرماء ومتواضعين أكتر من دلوقتي. العمل يفرق. إن علمتم هذا فطوباكم إن عملتموه. تفكرنا كمان في آخر الموعظة على الجبل، ربنا يسوع حط وعظة كبيرة قوي، أساس الناموس العهد الجديد. وبعدين قال بصوا بقى، اللي يسمع وما يعملش زي اللي بيبني بيت على رملة، يجي شوية مطر شوية هواء توقع البيت، بيت على رملة. لكن اللي يسمع ويعمل ده بيبني على صخر، مهما جات بقى رياح وأمطار لا هيفضل. يبقى ثبت تاني المفهوم ده، الشطارة في اللي يعمل. القصة مش تأملات وآيات حفظنها، لا، الأهم من ده كله في الآخر طوباكم إن عملتموه.